بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا فيديو جديد من فيديوهات الابحاث للصف الخامس الابتدائي. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن بحث الطاقه. كنا كلمنا قبل كده في بحث السياحه وشرحنا ازاي نعمل البحث ده، وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض ان ازاي نعمل بحث الطاقه. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا اربع ابحاث، البحث الاول باسم السياحه، البحث الثاني الطاقه، البحث الثالث اسمه الصحة، البحث الرابع اسمه الماء، واحنا في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن بحث الطاقة. قبل ما نبدأ خلونا نتعرف على احنا ايه المطلوب في البحث ده. احنا المطلوب في البحث ده ان انا اعمل مقدمة محترمة وفيها افكار كويسة من 40 ل 50 كلمة، ونعمل الموضوع بتاعنا من 400 ل 500 كلمه، والانجليش يكون او اللغه في البحث ده تكون من 15 ل 30 كلمه. طيب احنا ازاي يا مستر هنعرف عدد الكلمات؟ يعني انا دلوقتي هعرف عدد الكلمات دلوقتي ازاي؟ لو احنا عملنا فايل وورد وسميناه مثلا مسوده، اي اسم يعني ان احنا نشخبط فيه يعني، وكتبنا مثلا في المسودة دي كتبنا كلمة مثلا، كتبنا مثلا ايه، كتبنا مثلا كلمة، كتبنا كلمة مثلا love مثلا اي حاجة، او البحث بتاعنا عن ايه، البحث بتاعنا عن الطاقة، فكتبنا كلمة طاقة مثلا اهو ماشي. كلمة طاقة دي لو احنا كتبناها، استنى بقى اما نكتبها تاني، لا استنى، بحاول ان انا اكتبها كذا مره ماشي. بص انا عمال اكتب طاقه 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 علشان اوريك حاجه معينه. بص انا كتبت الكلمه دي كذا مره اهو، عارف دول كده يطلعوا كام كلمه؟ لو انا علمت كده على الكلام ده كله هلاقي ان تحت هنا في الوورد، تحت في الوورد بيكتب لي ان دول كام كلمه. دول كده 40 كلمه. يعني انت عاوز المقدمه بتاعتك تكون حوالي سطرين ونص، ثلاث سطور، اربع سطور في المقدمه ماشي. 400 كلمه هيبقوا حوالي 40 سطر، يعني حوالي صفحتين ثلاثه او اربع صفحات مثلا. المهم ان انت بعد ما بتكتب البحث بتاعك بتعلم عليه وبتعرف انت كتبت كام كلمه، وهنتعرف على ده كمان شويه. طيب احنا في بحث الطاقه محتاجين نعمل ايه؟ تعال نقرا الاول المطلوب في البحث ده. بيقول لي هنا تقوم أجهزة جسم الإنسان بالعمل على توفير الطاقة اللازمة له للقيام بأنشطته المختلفة. يعني جسم الإنسان بيكون فيه إنرجي، والإنرجي دي بتساعدنا على إننا نعمل الأشياء أو المهام المختلفة في حياتنا. حلو. طيب في ضوء دراستك بالنسبة للي أنت درسته، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي: دور أجهزة جسم الإنسان ومنها الجهاز الدوري في توفير الطاقة. طبعا انت خدت الجهاز الدوري ده اللي هو ايه، لو انت درست ساينس السيركيلاتوري سيستم اللي هو القلب الهارت وكلام من ده ماشي. وكيف يمكن ان يكون الاحتكاك مصدرا لانتاج طاقة او هدرها؟ فاكرين الفريكشن؟ الناس اللي كانت بتدرس ساينس الاحتكاك ده اول يونت خالص، الفريكشن ده او الاحتكاك ده بالنسبة للناس بقى بتوع الايه، يعني البحث ده اصلا للناس اللي بتحب الساينس ماشي. ده ما فيهوش دراسات بقى، ما فيهوش الحاجات دي، ده في ساينس اكتر وفي ماس اكتر كده ماشي، للناس اللي بتحب الحاجات دي. كيف يكون الاحتكاك مصدرا لانتاج الطاقة او اهدارها، يعني او هدرها دي يعني ان انا اعمل لوز، يعني اللي هي الديس ادفانتج اللي هي العيوب، عيوب الاحتكاك يعني الفريكشن وكده ماشي. جمع معلومات عن قراءة عداد الغاز المنزلي في 3 أشهر متتالية. أنت لو معاك عداد، لو عندكوا عداد غاز في البيت، فأنت هتلاقي فيه فاتورة ممكن تسأل عليها بابا، تقول بابا يا بابا هو فين الفواتير بتاعت الكهرباء، سوري بتاعت الغاز في الثلاث شهور اللي فاتوا، وتاخد الثلاث قراءات دول الشهر مثلا والقيمة اللي بابا دفعها الفلوس والاستهلاك، وتعملهم في جدول وتبتدي تشوف هو كده طالب منك ايه. هو بيقول لك جمع معلومات عن قراءة عداد الغاز المنزلي في 3 اشهر متتالية، وقم بحساب تكلفة الاستهلاك الشهري.
هنقعد نعملها مع بعض دلوقتي. اكتب فقرة تعبر عن الاستهلاك ماشي وكيفية ترشيده باللغة العربية والإنجليزية. ممكن نكتب ايه زي باراجراف صغير كده. خلينا نبدأ بأول حاجة، دور أجهزة جسم الإنسان ومنها الجهاز الدوري في توفير طاقة الإنسان. أنا ممكن أروح أفتح ملف، طيب أنا هقفل الملف ده خالص مش عاوزه دلوقتي، في ملف تاني أنا هسيبه لكم اللي هو الملف ده، يعني الملف ده اللي هو تيمبلت ده، ده ملف جاهز فيه الحاجات اللي انت عاوزها على طول، يعني انت تقدر تعدل عليه على طول. ده البحث بتاع الطاقة، هو ده المشروع بتاع الطاقة. طبعا كلمة الطاقة دي ده مش العنوان بتاع المشروع، الموضوع نفسه اسمه الطاقة، يعني الموضوع نفسه اللي انا بتكلم عنه اسمه الطاقة، انما الاسم الموضوع ده حاجة تانية، اسم الموضوع ده حاجة تانية، يعني اسم الموضوع بيبقى مثلا انا بختار اسم بقى، مثلا نفكر في اسم، تعال نفكر في اسم، نفكر في اسم ايه، هو بحث عن القلب والاحتكاك وكده، نعمل ايه بقى، نعمل ايه، نسميه ايه، تعال نروح للفايل بتاع المسودة ده ونفكر فيه براحتنا. الفايل ده هدفه انك تشخبط فيه براحتك، ده فايل اسمه فايل شخبيط، نكتب لك شخبيط عشان تبقى ايه او ماشي عادي، شخبيط. عنوان البحث، تحبوا عنوان البحث يكون اسمه ايه؟ الطاقة مثلا في جسم الانسان. ممكن مثلا نسميه الطاقة في حياتنا. مثلا ايه القلب في جسم الانسان. على فكرة ممكن تكتب تعمل بحث بتاعك عن القلب عادي، اي محدش هيقولك لا، انت البحث ده معمول عشان تبدع، عشان تكون انسان مبدع ماشي. القلب في جسم الانسان ممكن، وممكن مثلا تعمل ايه تاني، ممكن مثلا الاحتكاك مصدر من مصادر الطاقة مثلا. لا ممكن نكتب ايه انواع الطاقة ونعمل شرطة كده الاحتكاك، ممكن على فكرة يكون اسم البحث كده على فكرة. طيب الطاقة، انا هسمي البحث بتاعي الطاقة وانواعها ماشي. طبعا كل واحد ليه اسم تاني، لان ما ينفعش يكون الابحاث كلها بنفس الاسم، يعني ما ينفعش ان انت تروح تعمل البحث بنفس اسم عنوان صاحبك، لا انت ولا المحتوى، انت كل واحد يبقى مبدع مع نفسه. طبعا نديله لون كده الطاقة وانواعها، ممكن نعمل كده ايه، نديله كده نخليه بولد كده ونظبط له الدنيا كده، يبقى ده عنوان البحث. يبقى عنوان الموضوع غير اسم المشروع نفسه، المشروع نفسه بيتكلم عن الطاقة. اقول تاني، المشروع نفسه بيتكلم عن الطاقة، والطاقة ده موضوع كبير جدا ماشي، وبالتالي انا لازم اعمل عنوان للبحث بتاعي. فعنوان البحث بتاعي هسميه مثلا ايه بقى، انا هسميه الطاقة وايه وانواعها، الطاقة وايه وانواعها. طيب وهروح بقى اعمل الرقم التعريفي، طبعا انتوا عارفين الرقم التعريفي ده اللي هو بيكون ايه، اللي هو بيكون الرقم بتاع الطالب اللي انا بجيبه من على موقع الاكواد. يعني ممكن هنا، ممكن لو انا مش عارف اكتب في جوجل، اكتب معرفة كود الطالب. بص اهو بتكتب هنا ايه الرقم القومي بتاعك من شهادة الميلاد خلاص، وهنا بتختار الشهر والتاريخ بتاعك كامل، وبتختار من المحافظة، وبتختار ايه ايه مثلا المحافظة، مثلا ايه اي محافظة ماشي، لا مش اي محافظة سوري، المحافظة بتاعتك انت، يعني انا مثلا من القاهرة فانا هختار اختار الالفية لا انا من القاهرة هختار القاهرة خلاص. طيب وبتسجل، بيطلع لك الايه التأكيد، لا الرقم القومي طبعا انا كاتب اي رقم وخلاص، لان انا كاتب وانا كاتب اي رقم، لا انت تنقل الرقم بتاعك مظبوط ماشي، هتلاقي تلاقي لك هنا رقم، الرقم ده ماشي بتروح ايه تجيبه وتحطه هنا، ده اسمه الرقم التعريفي خلاص، ده الرقم الكود بتاعك بتحطه هنا كده خلاص. طبعا مش بتكتب اي رقم، او هتكتب اي رقم، بتكتب الرقم اللي ماما هتجيبه لك، رقم كود تعريفي، ده الكود بيجيبه من على الموقع ده ماشي. طيب
نفترض ان احنا كذا واحد، يعني على فكرة البحث ممكن يعمله اكتر من واحد، ممكن يكون 3 4 5 اقصى حاجة 5. فنفترض مثلا ان احنا كذا واحد مع بعض، فاحنا بنعمل ايه؟ يبقى ده صاحبنا اهو، انا اول واحد اهو ماشي، وبعدين في صاحبنا التاني هو رقم 2 صح، ولو عندنا واحد صاحبنا تالت ممكن يبقى رقم 3. طبعا ما ينفعش كلنا يبقى نفس الرقم الكود، يعني كل واحد فينا بيكتب رقمه، كل واحد فينا بيكتب الرقم التعريفي بتاعه. خلاص كتبنا الارقام التعريفيه، انت ممكن تقعد بقى ايه، واحد منكم من الفريق ده يقعد ينسق البحث ويقعد ينظمه بشكل كويس، يعمله كده ايه باشكال حلوه كده ماشي، ويقعد بقى ايه يختار الايه الخطوط ويظبط وايه ويحط الحاجات دي في مربعات، والدنيا تبقى جميل. طيب المقدمه، المقدمه مطلوب منك ان المقدمه تكون من 40 ل 50 كلمه، من 40 ل 50 كلمه زي ما اتفقنا. يعني ايه من 40 ل 50 كلمه؟ يعني حوالي 3 سطور او 4 سطور، وبعد ما بتكتب بتعلم على اللي انت كتبته وتعرف دول كام كلمه. يعني مثلا انا لو علمت على دول اهم، فين مثلا لو علمت على دول اهم ماشي عشان اعرف هم كام كلمه، هلاقي مكتوب تحت هنا اهو، بص مكتوب تحت هنا اهو دول كام كلمه. يعني بص انا علمت اهو، شايف هنا كاتب لي ايه؟ دول 16 كلمه from او of 29 words، يعني دولت 16 كلمه من 29 كلمه. انت المفروض بعد ما بتكتب المقدمه بتاعتك بتعرف هم كام كلمه، وبتقول اه انا كده اكتفيت هم 40 ل 50 كلمه ولا لا، يعني بتكتب من 40 ل 50 اي كلمه. طب ال 40 ل 50 كلمه دول اي كلمه يعني هكتبها وخلاص؟ لا طبعا، بتكتب مقدمه محترمه ومقدمه عن الموضوع بتاعك. انا الموضوع بتاعي بيتكلم عن دور اجهزه جسم الانسان، ومنها الجهاز الدوري في توفير طاقه الانسان، او دور القلب عموما، او دور الجهاز الدوري عموما اللي هو السيركاتوري سيستم عموما، وكيف يمكن ان يكون الاحتكاك مصدرا لانتاج الطاقه. طيب خلينا نروح للموقع اللي اسمه المذاكره الرقميه، والموقع ده موقع جميل جدا، هتلاقي عليه مجموعه من الايه الحاجات اللي تساعدك. انا مثلا ممكن اكتب ايه، ممكن اكتب الطاقه في جسم الانسان مثلا. انا بقى ايه، انا بفضل بقى طول الفتره اللي جايه دي اقعد ادور في الموقع ده على الحاجات اللي تفيدني ماشي، الجهاز الهضمي في جسم الانسان، جسم الانسان، الهيكل العصبي، كل ده مش تبعي ماشي. انا لو محتار ممكن استخدم الكلمات اللي على الجنب دي، شايفين الكلمات اللي على الجنب دي، ممكن اختارها. خلاص عندي هنا مثلا ايه في سنه خمسه، طيب الصف الخامس، الصف السادس، ممكن ادور انا بقى براحتي يعني ماشي، ممكن ادور العلوم والحياة. حلو ده، بص ده جميل قوي الموضوع ده، اقعد ادور بقى يعني ماشي. في هنا حاجات عن الطاقة اهي، نظام الغدد الصماء في الانسان ممكن اقعد ادور عليه برضو ماشي، ممكن اكتب الجهاز الدوري، الهدف من الموضوع ده انك انت تتعلم ازاي تبحث. على فكرة اي حاجة تكتبها في البحث ما دام هي حاجة معلومة حقيقية ومعلومة مظبوطة، هتلاقي نفسك ان انت بتاخد الدرجة النهائية. بص انا بعد ما دخلت، انا اخترت على فكرة، انا دورت بكلمة الجهاز الدوري لقيت الموضوع ده عجبني ماشي، الجهاز الدوري والدوران، انا حبيت ادخل عليه فبدوس عليه ماشي، دوست عليه اهو فتح لي ويندو جديدة او فتح لي حاجة جديدة، بلاقي ايه كلمة ابدأ دي، فبدخل على ابدأ دي بلاقيه فتح لي بقى ايه فيديو. انا الفيديو ده ممكن الخصه بقى في ورقة بره، يعني ممكن اكتب في ورقة بره، بص كده تعالى نسمع. لا تناول تفاحة فيتم هضمها وامتصاصها من خلال الجهاز الهضمي، وعند التنفس يدخل الاكسجين جسم الانسان فينقل الدم الاكسجين والمواد الغذائية التي تم هضمها لجميع خلايا الجسم. وظيفة الجهاز الدوري هي نقل المواد الغذائية التي تم هضمها. المهم ان انا الخص ده باسلوبي انا ماشي، وبعد ما الخصه انا هنقله بقى عندي في الايه، في، وعلى فكرة في حاجات جميلة تانية اهي، بص يعني بص هنا رهيب الموقع ده، رهيب يعني، في حاجات جميلة جدا اهو. طبعا ده كله هنا، اضغط على الزر لنبدأ.
تعال نبدأ، تعال نشوف. اضغط على كل أيقونة لتعرف المزيد عن هذه الخصائص. يعني أنا عارف فكرة، ممكن لحظة بس قبل ما أكمل، المقدمة هنا أنا ممكن أكتبها بمقدمة بسيطة، يعني مثلا الطاقة شيء مهم في حياتنا، وإنها إنها ماشي أهو، ممكن نكتب كده الطاقة ماشي، هتبقى بأسلوبك أنت يعني فاهم، مش هتنقل بقى بالظبط يعني. للطاقة أهمية كبيرة في حياتنا ماشي اليومية ماشي، ولها أشكال. أنت بقى بتكتب بقى إيه، بتكتب بقى إيه بأسلوبك أنت، مقدمة زي ما بقولك. في أي وقت عاوز تعرف عدد الكلمات بتعلم عليها، بتعلم على عدد الكلمات دي، وتروح تلاقي الورد قال لك دول كام كلمة. يعني لما علمت هنا على الجزء ده لقيته قال لي إن دول 8 كلمات ماشي. إحنا عاوزين المقدمة تكون من 40 ل 50 كلمة ماشي. بعد ما عملت المقدمة هروح لعناصر الموضوع واكتب العنصر الأول ماشي. ده العنصر الأول اللي هو كان بيتكلم عن إيه. العنصر الأول ده بيتكلم عن دور أجهزة جسم الإنسان ومنها الجهاز الدوري في توفير طاقة الإنسان. أنا ممكن أكتب كده دور أجهزة، وما كان مكتوب إيه أنا نسيت، دور أجهزة جسم الإنسان ومنها الجهاز الدوري، واكمل بقى ماشي، واكمل اكمل بقى يعني ايه، هكمل بقى الايه الكلام اللي هو كان مكتوب خلاص. طيب وابتدي ان انا اقول له بقى ان يلعب الجهاز الدوري ماشي دور مهم جدا في حياتنا، حيث انه، واشرح له بقى بيعمل ايه وكلام من ده. وعلى فكرة عندنا هنا فيديو برضو اهو. عندما تقوم بأداء التمرينات ممكن في اخر الجزء ده اكتب له ايه، وللحفاظ على الجهاز الدوري يمكن ان نقوم، وابتدي اعمل له بقى ايه بعمل النصائح التالي مثلا. يعني مثلا كل واحد بيكتب اسلوبه يعني فاهمين الفكره. واقول له النصيحه الاولى اهي حافظ على ممارسه الرياضه، النصيحه الثانيه اهي فاهمين الفكره. جبت ده منين؟ انا جبت ده من هنا من الايه، من المكتبه الرقميه اللي هي بتاعه الايه البحث دي. انت حابب تدور بره، دور بره في جوجل، اكتب اجهزه جسم الانسان مثلا فاهمين الفكره، وتدور بقى وتدور براحتك. انت عندك معلومات هنا كتير اهي، وممكن برضو تكمل. طبعا ده العنصر الاول. العنصر التاني، وطبعا ممكن تحط صور وتحط كل حاجة. العنصر التاني ده بقى كنا بنتكلم فيه عن الاحتكاك صح، اللي هو كيف يمكن ان يكون الاحتكاك مصدرا لانتاج الطاقة او هدرها صح. ندور بقى هنا ايه الاحتكاك، الاحتكاك ماشي اهو، ونبتدي نقعد نشرح له بقى تاني، نروح للمكتبة بتاعتنا تاني وندور نكتب الاحتكاك صح اهو الاحتكاك، وتدوري بقى براحتك هنا. تعال نشوف مفهوم الاحتكاك، ممكن نكتب له مفهوم الاحتكاك مش غلط نكتب له. هل تساءلت يوما لماذا لا تتحرك الاشياء بسهولة عند دفعها؟ حسنا، هذا بسبب الاحتكاك الذي يحدث بين الجزء السفلي من الأريكة وسطح السجادة. على فكرة ممكن أكتب الكلام ده هو القوة التي أهو بص، ممكن أكتب له كده الاحتكاك هو القوة التي تظهر بسرعة الجسم وهم إيه مكان حتى يتوقف. قوة الاحتكاك ليس لها مقدار ثابت، إذ يختلف مقدارها باختلاف نوع مادة. المهم أنا هعمل بقى إيه، هدور على معلومات عن الاحتكاك، ده العنصر الثاني من عناصر البحث خلاص، وأبتدي إن أنا إيه ألخصها له هنا. وبعد ما أعمل ده أروح للعنصر الرابع الثالث وهكذا، أروح أعمل أدور على معلومات لقراءة العداد وأكتب له قراءة شهر يناير كذا، قراءة شهر فبراير كذا، قراءة شهر مارس كذا، وأبتدي أحطهم في جدول، والجدول ده أحسب له تكلفة الإيه الاستهلاك الشهري. طيب ده حاجات في الماس سهله، ممكن تسال مستر الماس بتاعك، يا مستر ازاي الحته دي انا اعملها، يعني الحاجات دي ليها علاقه بالماس شويه ماشي.
انت ما بتخرجش بره المواضيع دي، يعني انت عشان ما تتوهش نفسك ممكن واحد يقول لي ايه علاقه الطاقه ده بالدراسات مثلا او بالعربي؟ لا ملوش علاقه. انت بتجاوب الاسئله دي، اكتب فقره تعبير، فقره تعبر عن الاستهلاك وكيفيه ترشيده. طبعا بقى هنتكلم عن ان الاستهلاك يزيد مثلا في شهر فبراير عن شهر يناير، ومثلا اكتبه بالانجلش برضو، يعني بعد ما اكتبه بالعربي اكتبه بالانجلش برضو. طيب ده كده بعد ما بخلص بقوم بقى رايح للايه، للبحث بتاعي، اكتب له النتائج اللي انا وصلت لها، النتائج اللي هي الايه، ان يعني ملخص البحث بتاعي بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن ان الجهاز الدوري جهاز مهم، ولان هو بيحافظ على توزيع الاغذية في الجسم وهكذا. ماشي. والمصادر بتاعتي طبعا اي كتاب او اي حاجه انا جبت منها اي معلومه بكتب المصادر هنا اللي هي الايه، المراجع بتاعتي بمعنى اصح. بعد ما خلصت ببتدي احول الملف بتاعي ده لبي دي اف. يعني انت لو رحت لقائمه فايل هنا، للفايل هنا، للجزء ده، في الجزء ده هتلاقي ان في فايل ده انا بدوس عليه. لو دوست على فايل ده بيفتح لي قائمه جديده، والقائمه الجديده دي انا بلاقي هنا سيف از ادوبي بي دي اف، بدوس عليه، بدوس على ادوبي بي دي اف، ده بيحول لي الملف بتاعي لي بي دي اف. انا تحت الفايل، تحت الفيديو ده هسيب لكم الملف الوورد اللي تعدلوا عليه وتحولوه. طبعا ده مش البحث، يعني ده كده حاجه، يعني احنا بنجرب مع بعض. ماشي. انت بتكمل بقى، انت بتعمل بقى بحث بشكل محترم وبشكل منظم خلاص، وبتحوله بي دي اف وبترفعه على منصه ادمودو. ازاي هنرفعه على منصه ادمودو ده ان شاء الله هيكون في فيديو لوحده. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هعلمكم ازاي نعمل بحث الصحه. لو كنت مهتم اكتب لي في التعليقات اي سؤال واي فيديو انت عاوزه او اي بحث انت عاوزه، وان شاء الله ارد عليك بتعليق. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.